مجموعة من الأهداف، أولاً الحفاظ على الحيوانات البرية وخاصة السلاحف. احنا بيجيلنا بلاغ من حد من أصدقائنا أو حتى ممكن ميعرفناش بس سمع عن الفريق، بيكلمنا بيقولنا إن في سلحفة في المكان الفلاني، فإحنا بنتوجه على طول للمكان وبنتفاوض مع التاجر أو المكان اللي عارضها. السلحفة بقى بشكل عام لما بناخدها بنكشف عليها، بنشوف حالتها الصحية عاملة إزاي، لو كويسة بيتم إطلاقها على طول، لو محتاجة شوية علاج أو تأهيل بتقعد عندنا شوية في المركز. الناس بيصطادوا السلاحف علشان كذا حاجة، اولا بياكلوا لحمها، بتتذبح يعني وبياكلوا لحمها وبيشربوا دمها، معتقدات خاطئه وخرافات انها مفيده وان لحمها مفيد واللي ياكل منه عمره ما هيعيا ابدا، وشرب دمها بيعالج العقم والنحافه فطبعا دي خرافات، بالعكس هي لحمها مضر جدا وشرب الدم غلط وحرام. يعني متوسط السلحفه بتكلفنا تقريبا ممكن ما بين 1000-1500، ما بين بقى تنقلات لان ساعات بنروح نجيبها من مؤخرا بقينا نجيب من اماكن تانية بره اسكندريه. الحيوانات وكمان النباتات هم شركائنا في الدنيا دي، ربنا خلقهم زي ما خلقنا، فاحنا واجب علينا ان احنا نحافظ عليهم ونحميهم، ولو حتى مش بنحافظ عليهم على الاقل ما ناذيهمش.